مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعين نورمينا اينما كانوا. حلقه جديده من سهره لبكره بلشت معاكم. هلا بمس عليكم انا عروب العبادي بالخير وعلى غير العاده. يمكن اليوم اعتقد المفروض يكون زميلي طارق حامد، ولكن نظرا لظروف معينه انا معكم اليوم، بكره رح يكون معاكم طارق، واكيد ابتداء من الاسبوع القادم رح ترجع الامور الى سابق عهدها. هنبلش معاكم هالحلقه ونستقبل اول ضيف بسهره لبكره اليوم. معنا الاخ حسن جميل، المدير التنفيذي للعمليات في الشركه الاردنيه لتمويل المشاريع الصغيرة. تمويلكم حسن بيك، مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلى مشاهدين. بالأول يعني بدي أسألك، رمضان كيف معك؟ والله لحد الآن ممتاز ما شاء الله. تمام. بجوز إحنا دائما خلال الأيام الأولى منخاف من الجو، بجوز حر شوب ورح نتغلى ونسوي وجع راس أكل بتشتهي شغلات في رمضان، بس الحمد لله هذا رمضان حتى إجمالا الجو جيد جدا. جميل. ودائما بنحكي يا ريت يضل كل السنة رمضان عن جد أيام بركة. طبعا نبلش حوارنا معك حسن بيك بأول سؤال، يعني بدي تحدثنا بالبداية عن شيء يسمى التمويل الأصغر. ما هو التمويل الأصغر، وتحدثنا عن هذا الموضوع بشكل عام. طيب أنا أبلش مع حضرتك مع المشاهدين بشكل بسيط. التمويل الأصغر حبلش في تعريف الجملة بشكل لغوي. نعم. التمويل الأصغر هو عبارة عن تصغير للتمويل الأساسي اللي هو نعم. معروف عنه في نعم. قطاع البنوك. نعم. يعني عم نحكي عن على سبيل المثال البنوك عم تعطي دائما نتوجه المواطنين للبنوك في السيارات، في شراء المنازل إلى آخره، في التمويلات المشاريع الكبرى. جميل. ولكن الأصغر فهي تصغير للتمويل. جميل. فإحنا المبالغ إجمالا اللي تقدم في التمويل على مستوى العالم بشكل كامل هي مبالغ صغيرة. يعني بجوز بيستغربوا الناس انه انا لما احكي او اي حدا من زملائي او لما نقدم خدماتنا انه 500 دينار ايش بيعملوا؟ ايش 500 دينار؟ يعني احنا بنحكي عن هذا حجم التمويل. لا. طبعا بدايات التمويل الاصغر ابتدات بشكل رسمي خلال محمد يونس اللي هو الحاصل على جائزة نوبل للسلام، كانت سنة 1976. جميل. وكانت في بنغلاديش، هي كانت أول يعني نحكي عمل للتمويل الأصغر بشكل رسمي. نعم. بعدين انطلقت لتدخل الوطن العربي. طبعا بداياتها كانت بدينا بجوز كانت في شركات في مصر في البداية، وبعدين كان في المغرب العربي في اليمن، ثم انتشرت. احنا الحمد لله في الأردن نعتبر رائدين في المنطقة. جميل. سواء الشرق الأوسط شمال أفريقيا. شركات التمويل الأردنية ابتدأت سنة 1999، أربع شركات كانت موجودة، وبعدين دخل عدة شركات في سوق العمل، وهلأ تقريبا سنة 7-8 شركات ما شاء الله. طيب بدنا تخبرنا حسن بيك عن تجربة تمويلكم تحديدا في الأردن. طيب تمويلكم كانت من الرائدين في العمل في القطاع، وتم تأسيس سنة 1999. نعم. يعني احنا دخلنا سنة 2014 وكنا من أوائل العاملين في هذا القطاع. نعم. الشركة تعتبر غير ربحية، مملوكة لمؤسسة نور الحسين اللي بتعمل تحت مظلة مؤسسة نعم. الملك الحسين. نعم. احنا إجمالا طبعا بلشنا في بدايات كانت متعلقة في الخدمات المالية. الحمد لله احنا خلال الفترات القصيرة بعد تقريبا نحكي صار في عنا يعني نقطة من التحول سنة 2006، وابتدأنا في تقديم الخدمات المالية بالإضافة للخدمات الخدمات غير المالية بالإضافة للمالية. نعم. يعني يمكن أنت سبقتني، أنا كنت بدي أسألك عن موضوع الخدمات المالية وغير المالية اللي أنتم بتقدموها للعملاء. يعني كيف مالية وغير مالية؟ يعني مالية أوكي فهمناها، غير يعني مالية كيف؟ يعني نحكي مالية يعني إجمالا كتمويل أصغر، بس نعم. أعرج هاي النقطة. نعم. بعود لنقطة حضرتك، التمويل الأصغر إجمالا هو مش فقط إقراض. نعم. كمصطلح هي جزء منها كمايكرو كريدت اللي هي القروض الصغيرة اللي نعطيها، ولكن نعم. في إجمالا في أفضل الممارسات عم بعطوا ادخار أصغر. نعم. نعم. عم بعطوا تأمين أصغر، تحويلات نقدية بشكل صغير. هاي إجمالا المنظومة الكاملة بشكل عام للتمويل. نعم. الأصغر بشكل نعم. عام. إحنا ابتدأنا في التمويل ولحد الآن مكملين في إعطاء اللي هي القروض المايكرو كريدت، وابتدأنا في 2006 في الخدمات غير المالية اللي هي تعتبر المكمل لتمويلكم رسالة الاجتماعية. نعم. كيف بيحصلوا عليها هذه؟ هلأ هي جزء من الـ الخدمات اللي مقدمها لعملائنا. نعم. القائمين. نعم. يعني على سبيل المثال في عنا من الخدمات المالية اللي تم إطلاق سنة 2007 اللي هي سوق أيادي. أها. اسم تجاري هو. هي أنا أعرف إنه أحد مبادرات تمويلكم. أحد مبادرات تمويلكم. نعم. هو الهدف الأساسي تبعه إنه نحاول نساعد العملاء الحاصلين على القروض الصغيرة اللي عم نحكي معها لتسويق منتجاتهم. نعم. طب كيف الناس تقدر تشترك فيه هذا سوق أيادي؟ سوق أيادي طبعًا في عنا يعني هو مفتوح، الاشتراك مفتوح سواء للعملاء وغير العملاء للعاملين. نعم. سواء في القطاع المنزلي أو القطاع المرخص. نعم. وهاد بيقدروا يدخلوا على الويب سايت
يشوفوا جميع البيانات بيقدروا يزوروا احد فروعنا المنتشر في المملكه، يعني 26 فرع تقريبا في المملكه. حلو. يزوروا طبعا فروعنا وعملائنا طبعا اللي موجودين عندنا، اكيد دورنا واجبنا انه احنا نوعيهم بالخدمات تبعتنا، فاكيد اي حدا موجود لدى تمويلكم كعميل ومخدوم من قبل الشركه احنا طبعا دورنا انه احنا نزيد الوعي ونشجعه انه يشارك في بروشورز اعتقد بتكون خاصه بتمويلكم. طبيعي هاي طبيعي. يعني عندنا جميع المواد الاعلانيه والمنشورات جميل. الخاصه جميل. في الخدمات المالية وغير المالية. نعم. طيب عدد العملاء المستفيدين من تمويلكم منذ التأسيس حسن بيك، ايش تخبرنا عن عدد؟ والله احنا كانت بجوز المسيرة طويلة وغنية بالإنجازات. من احد الإنجازات كان منها موضوع عدد التمويلات، كان نعم. عندنا 290 ألف مستفيد نعم. من التمويلات من 99 لحد هاي اللحظة. جميل جميل. يعني عدد فروعكم انت قلت لي قبل شوي 26 ولا زالوا لحد الآن 26 وان شاء الله لآخر السنة يصيروا 28. جميل. يعني هم موجودين في كل المحافظات تقريبا، في كل المحافظات وان شاء الله هلأ التوجه للانتشار وكمان ندخل مناطق الجنوب بشكل أكبر. حلو حلو. وان شاء الله حنبتدأ ان شاء الله مبادرة جديدة بخدمة مبدعة جديدة في الأردن وفي المنطقة، اللي هي اللي مش شرط أنا أقدم تمويل عن طريق فرع يكون موجود، إحنا حنقدم تمويل عن طريق باص متنقل. نعم. هذا الباص حيكون موجود إن شاء الله في ثلاث مناطق، هي الشون الشمالية، الرمثة، نعم. والمفرق إن شاء الله. هاي أول إطلاقة وأول مرحلة من مراحل الباص المتنقل. نعم. طبعا إن شاء الله هدفنا أنه إحنا كمان ندخل إلى مناطق أخرى. الهدف من الموضوع يعني بشكل بسيط بتعرفي في عنا قرى او مناطق نائية وهي بامس الحاجة للمساعدة، وهاي اللي احنا طبيعي بنستهدفها سواء صح. كشركة تمويل او ضمن خدماتنا الاجتماعية. نعم. وهاي دورنا الاساسي. نعم. طبعا اروح بالمقابل افتح فرع هناك هاد يؤدي الى تكاليف حتى ممكن يكلف العملاء. نعم. احنا فكرنا في طريقة بجوز كانت من فضل المواساة الموجودة في العالم، وان شاء الله نكون من اول. يعني ما شاء الله عليكم سيدكم سابقكم زي ما بيحكوا. طيب يمكن في سؤال ملح علي انا شخصيا حسن بيك بدي اسألك، يا قروض فردية، يعني مثلا شخص بده يشتري سيارة، شخص بده يجيب عفش لبيته اثاث، بتمولوا مثل هيك قروض مثل هيك نوعيات؟ والله احنا بنمول بجوز الجزء الاول اللي حكيتيه من موله، مش سيارة. السيارات لا الجزء عفوا الجزء الثاني اللي هو اذا بيزبط البيت. هلا في عندنا انواع من التمويلات اللي نعطيها مقسمه الى عده اقسام. نعم. اول قسم اللي هو بحاول يساعد ربات المنازل. جميل. اوكي. لادخالهم الى سوق العمل الغير رسمي. اوكي. واعطاهم تمويلات للبدء بمشاريعهم او لتطوير مشاريعهم المنزليه لتوصل الى مشاريع قائمه مرخصه لديها رخصه مهن ويكون عندها عماله والى اخره من هاي التطورات في مجال الاعمال. هدول الفئه اللي بنبلش معهم من مبالغ بسيطه 400 500 دينار لحد نوصل ل 25000 دينار. نعم. انا بعرف يمكن قاطعتك اسف حسن بيك، بس بتذكر بمره من المرات مع انه انا عندي شوي يعني خبرتي بهذا المجال متواضعه جدا، بتذكر احد الاشخاص بيقول لي انه اعتقد بيكون في عندكم لجان تطلع بتكشف مثلا على منزل الشخص اللي هو متقدم بطلب انه بده ياخذ من تمويلكم، بيشوفوا البيت بيقيموا اعتقد انه ايش قديش بكلف وبعد هيك بيتم تحديد المبلغ. هذا الحكي مزبوط ولا لا؟ صحيح. هلا عندنا لجان ائتمانيه وهم لجان كمان اللي هم مسؤولين، خلينا نحكي على مستوى الفروع اللي هم بنعتبرهم دائما هم جنود تمويلكم اللي جميل. مسؤولين عن تحقيق هاي الانجازات، ضباط الاقراض. نعم. هدول الاشخاص مسؤوليتهم انه يروحوا مش كشف وما بكشفش قد ما هو دراسه الحاله. نعم. العميل. نعم. طبعا دراسه حاله العميل بشكل اقتصادي واجتماعي نعم ومالي بتساعده على اتخاذ القرار وبتساعد وتوجه العميل. نعم. اوكي. كمستشار مالي انه ياخذ القرار الصحيح في التمويل. نعم. احنا بنطلع بنزور المنازل، طبعا بيتم التعرف على العملاء الموجودين ويتم اعطائهم عن طريق هاي القنوات التمويلات. جميل جميل. طيب منتجات تمويلكم والمنتج البيئي منتج السخان الشمسي، يعني هذا الموضوع انا حتى اسمه غريب شوي، بدنا تحكي لنا عنه. طيب السخان الشمسي ابتدأنا فيه بشكل رسمي سنة 2009. نعم. الفكرة ابتدأت من فكرة بسيطة. نعم. اللي هي طبعا من واقع ومشاكل اللي عم نعانيها احنا كشعب، طبعا من قلة الموارد وبالأخص تأثيرها على الكهرباء واستهلاك الكهرباء وتعريفات الكهرباء. كان دورنا انه احنا نحاول نساعد المواطن ليوصل الى طرق
الفضلة اللي ممكن تساعده لتخفيض ميزانية الكهرباء وإلى آخره من باقي الأمور. حلو. كان السخان الشمسي هو يعتمد طبعا على الطاقة البديلة. نعم. أوكي. وهو كان يوفر طبعا. نعم. إحنا تمت عمليات دراسات وهلأ أي حدا ممكن يجي من نحاول نعطيه الوفر كم الوفر حيكون على فاتورة الكهرباء ونعمل القسط مناسب للوفر عشان ما يكون عليه عبء مالي. حلو حلو، يعني انه التوجه من الناحيه البيئيه جميل جدا. طبيعي. يعني طيب ضمانات القروض عندكم حسن بك، يعني مثلا على سبيل المثال انا اجيت بدي اخذ قرض مثلا، ايش ضمانات اللي بتاخذوها خصوصا اذا كان الشخص مثلا موظف حكومي او مش موظف حكومي؟ يعني اكيد بيكون في عندكم نظره من هاي الناحيه. هلا احنا عندنا النظره ولكن لا يوجد عندنا النظرة البنكية. نعم. كيف يعني؟ يعني النظرة البنكية بجوز أغلب المواطنين بيعرفوا أو تعاملوا كان عندهم خبرات صعبة شوي مع البنوك، إنه شوي صعب وخاص. نعم. في القطاع الغير رسمي. نعم. يعني بجوز موظفين الحكومة أو القطاع الخاص اللي عندهم رواتب ودخول ثابتة، هذول ممكن من السهل يروح على البنوك. نعم. إحنا عم نحكي عن قطاع غير مستهدف ومستثنى ماليا، اللي لما يروح على البنك للأسف برفض المعاملة تبعته لعدم وجود الضمانات سواء كانت العينية أو الشخصية. نعم. إحنا خلال منهجيات إقراض نسميها منهجية الإقراض الجماعي ممكن مجموعة من السيدات، لأنه هدول جزء من الناس المستهدفين، يشكلوا مجموعة من السيدات ممكن 2-3-4 سيدات. نعم. على الأغلب بكونوا سكان المحيط نفسه راب من بعض، ممكن كل واحدة. نعم. بحاجة إلى شيء معين، على سبيل المثال في عميلة بحاجة انه تحسن منزلها، عميلة. نعم. بحاجة تطور مشروعها، احنا عم نعطيهم هاي القروض من دون كفلات. حلو. ولا اي ضمانات. يعني واحسن من هيك تسهيلات ما في عبث يعني. هاي طيب الاجراءات، يعني معروف عنكم انه اجراءاتكم اسهل من البنوك، ولسه كنا عم نحكي. طيب. على الناس ماخذة فكرة انه البنوك يعني بدها مليون ضمان وبدك تركض ورا هالقرض يمكن شهر وشهرين ويدوب يمكن تاخذه يمكن لا. طيب. في عندكم شيء اسمه حملة احصل على القرض خلال 3 أيام، يعني. صح. هذا الموضوع يعني 3 أيام والله سرعة صاروخ، يعني تحكي لنا عنه شوي. احنا 3 أيام هذا يعني الهدف تبعنا للفترة المرحلية. نعم. وليس الهدف تبعنا للفترات القادمة. أه. يعني احنا ابتدأنا في تطوير القدرات الداخلية تبعت المؤسسة. نعم. لنقدر نلبي العميل بأسرع وقت ممكن، لأنه. نعم. انت عارف حضرتك بجوز اللي بحصل على 300 و400 ولا 500 دينار بكون عنده حاجة ماسية وسريعة يجب أن تشبع بشكل سريع. نعم. يعني ما عنده الوقت يستنى أشهر ولا أيام ولا أسبوع. كان هذا جزء من وصب اهتمامنا. 3 أيام بقدم العميل المعاملة بأوراقها، يتم عمل الزيارة إن وجد، وبعدين يتم صرف الشيك في اليوم الثالث بكون موجود. حلو.